صار فعليا انه الناس كانت تتظاهر. الناس في مرحله معينه سكرت الشارع. قائد الشرطه نادى على الناس في ميكروفون انه فضوا الشارع على اساس نفتح الطريق. ما خلص جملته يعني خلص هو من هون، قامت الشرطة طبت في الناس، ضرب عنف وقنابل صوت وقنابل غاز ومياه عادمة. هذه المظاهرة جاءت على إثر دخول تراكترات الكاكال وتحريش ومصادرة الأراضي في قرية الأطرش، وكانت مواجهات يعني خلال 3 أيام، وكان اعتداء من الشرطة، اعتداء واضح ضد الأطفال وضد النساء وضد الرجال، مما أثار وتيرة الأهل والناس في كل أنحاء النقب. Hopefully the stopping of the work right now will lead to negotiations, serious negotiation, which should be concluded by the recognition of 36 Bedouin unrecognized villages, and to give the Bedouins their own land. After all, the Bedouins are sitting on only 2% of the total land, and they are claiming 5% of the total geographical area of the Negev. In the same time, they are making up 34%, more than 1/3 of the total population of the Negev.